الله يا محمد الله ما شاء الله عليك ما شاء الله. انا حاليا مصدوم بنحاول يعني يمكن انا ابلش الحلقه واحكي لكم يمسيكم بالخير ويسعد مساكم ويسعد مساء مشاهدينا. مش معقول يا اخوان ايش في حبيبي ما شاء الله عليك نورت يا محمد. انا صدمت فيكم على فكره يعني ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك انت كمان. احنا سعيدين جدا نكون يعني بهالحلقه وتكون ضيفنا واحنا فخورين فيك شرف كبير وما شاء الله عليك. يعني انا بس قبل ما نبدا نحكي بمحمد رافع بدي اقول انه اهم شيء بالفنان يكون مثابر على عمله. يعني قبل ما نبدا الحلقه اعزائنا المشاهدين محمد من الناس اللي كان بيتابع التفاصيل ومصر على البروفات الكتيرة ومصر حتى يبين في أحسن صورة وهذا جزء كتير مهم من عمل الفنان ونجاح الفنان. هذا مش خبر إحنا قرأناه ولا موضوع جبناه من الجوجل هذا شفناه وعشناه شفنا اليوم محمد. الله يخليكم يا رب ما شاء الله عليك مجتهد وأمين على فنك وصفات كتيرة حنحكي عنها الليلة. الله يخليك يا رب. بداية بحب أمسي بمشاهدينا الكرام مشاهدين التلفزيون الأردني يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم في برنامجكم سمعنا. بحب أتوجه بالشكر لفندق كامبينسكي عمان على استضافته إلنا طول تسجيل حلقاتنا بداية هذا بداية الفنان محمد رافع خامة صوت مميزة وخاصة. يعني في مواصفات لصوتك. يعني أنا حابة أحكي عن أول ظهور لك في ستار أكاديمي تحكي لنا عن التجربة. يعني برنامج ستار أكاديمي تجربة كتير حلوة. يعني أول إشي كانت صعبة لأنه كان متطلب مني أنه أمثل بلد صراحة في برنامج. يعني دائما بحكيها هاي الكلمة أنه اللي بالبلاد الثانية
يمكن ما كانوا يعرفوا اسمي على قد ما كانوا يعرفوا انه هذا الاردني. فكنت حريص على انه ما يحكوش انه الاردني عمل شيء مش منيح، الاردني صار معه شيء مش منيح، والحمد لله بتوفيق من ربنا مش بشطارتي ابدا. رجعت على الاردن يعني رافع راسي والكل رافع راسه فيه، والحمد لله هذا راس مالي من الدنيا وهذا اللي اخذته. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، وانت خير ممثل لبلدك ولكل الاردنيه. احنا فخورين فيك محمد. الله يخليك. بدي ارجع لموضوع خامه صوتك محمد. عاده بنعرف ان الصوت الجبلي العريض صوت فيه خشونه، والصوت المدني هو الصوت اللي فيه نعم. التفاصيل الصوت الزخرف خلينا نسميه. انت عندك اثنين. الله. انت عندك الاثنين وهذا اللي بيميز محمد رافع. ما شاء الله عليك، يعني الك هويتك الخاصه فيك، يعني لما بنسمع محمد رافع بنقولش صوته بيشبه سين او صاد، لا لا لا. الله يخليك. لا ما شاء الله عليك، وهذا شيء ايجابي. هذا كمان نعمه من رب العالمين بانه يكون في شخصيه لصوت البني ادم. عاد هلا الكره بمرماك يا محمد. عاد انا بدي افهمكم شغله عاد قبل ما نبلش، يعني اذا بتمدحوني كمان شوي بروح على الزاويه بعيط. والله بعيط. في شيء غلط يعني حنحكي لك اياه. بس حنقول عليكم ما شاء الله، يعني في هلا في دائما هيك وهيك. طبعاً بس احنا من الناس المعجبين فيك وبهالتنوع اللي بصوتك صدقا، يعني لا لازم يشار له في البنان، لانه خامه صوت مثل صوتك والتنويع اللي بصوتك بين الجبلي اللي تفضلت فيه ليندا بانه يكون صوت جبلي وبنفس الوقت يكون صوت فيه عذوبه وفيه حنيه. في حنيه. هلا هذا التفاوت في ناس هون متخصصين وهون متخصصين، ربنا جمعهم عندك. الحمد لله. عشان هيك عليك جهد كبير. تسلموا لي والله. محمد انا شفت اكثر من بيرفورمينغ لك في ستار اكاديمي. كان وقفتك على المسرح فيها الكاريزما للنجم. وهذا يمكن ذكاء من إدارة هذا البرنامج إنه بيعرفوا يجيبوا الأصوات وال الكاركترز بالضبط. في اكتمال، يعني في اكتمال مش بس صوت، شكل وصوت وحضور. حضور. هلا هو برنامج ستار أكاديمي يركز على كثير شغلات، يعني بركز على يعني مش على الصوت زي ما بيحكوا، بس ركز على التالنت بشكل عام. يعني هو برنامج كان فيه تالنتس كثير، يعني في كان الناس معانا تلاقيه صوته متوسط بس عنده تالنت ثاني. عنده شيء ثاني. فبحكي لك هو برنامج صار اكاديمي ما كان يركز 100% على الاصوات، والحمد لله يعني يعني اللي حققته فيه انا كثير منيح بالنسبه لي، انا راضي كثير. محمد سمعت لك لا تحلفيني بالشنب. بستار اكاديمي احلى يوم في حياتي هذا. شوف وين يعني يمكن هم بيختاروا الاغاني صح؟ هم بيختاروا الاغاني بس احنا قبل ما نفوت قبل ما نفوت بنقترح عليهم 20 اغنيه احنا بنحبهم بنعملهم منيح. بس هاي بدايه البرنامج. بس هاي الاغنيه بالذات انا ما عمري سمعتها. اختاروا لك الجبلي. اختاروا لي اياها. اختاروا لك الجبلي. حتى كانت لي اغنيه ثانيه كانوا منزلين لي يابا يابا له. بس انا حبيت هاي اكثر. يابا له معروفه والكل بغنيها بالذات وكذا طبعاً. بس انه هتحلفيني بالشرم يعني شيء جديد وكثير فخم. اسمعها يعني. شوي. يا ريت. احنا ماشي نضل نقور نغني. اكيد. لا تحلفيني لا 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 تعشميني لا 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 من قلبي بحلف لك يا مين إني على حبك أمين. من قلبي بحلف لك يا مين إني على حبك أمين. وخلي الشوارب عجانب، خلي الشوارب على جانب. لا تحلفيني بالشرب، لا تعشميني
الله عليك. محمد مواليد 88. 88 ما شاء الله عليك. الله يخليك. يعني انت مثال للفنان الاردني الشاب المليء بالحماس والطموح. الله يخليك. اكيد اكيد بهالمسيره ولو كانت مهما كانت مدتها اكيد واجهتك صعوبات في البدايه، في اكيد انت اقل من لما تكون بنت، بس انه الشاب دائما برضه في تحديات وفي صعوبات بتواجهه. تحكي لنا شوي عشان تكون انت نموذج للشباب اللي بفكروا يحترفوا الغناء. اكيد هسه يعني الحمد لله يعني عندي شغله من اول ما خلقت، يعني ما بعرف شوي هم كل برج الحمل هيك او لا يعني. بس انه حلوين حلوين برج الحمل. ما بقدر اتفرج على النص الفاضي من الكاسه زي ما بيحكوا. ما شاء الله عليك والله العظيم. يعني شو ما كان يجي خلص اتاكد انه حيجي شيء كثير منيح بدال هذا الشيء اللي مش كويس. يعني حتى على مستوى مش حابب احكي الاشياء مش كويسه اللي صارت معي هون، يعني يعني دائما الله معنا والله. دائما دائما والاهم شيء اهم شيء ما يستسلم الواحد، بس يعمل اللي عليه ويترك الامور للاقدار. بالزبط. اكيد رح تبين يوم من الايام. صراحه احنا في الاردن الفنانين الاردنيين عندنا ليميتيشنز مش طبيعي، عندنا حدود مش قادر يطلع الفنان الاردني عنها. معك انا هاي الحدود كسرت زمان وعم بعمل شغل ولا في الوطن العربي سواء بشكله، مش بحكي انه بحلاوته او بجماله او بفنيته او حرفيته، لا بحكي بنوعيه يعني معينه نوعيا. يعني عم بكتب عم بلحن اغاني بلهجه اسمها عمانيه، اللهجه العمانيه. حنحكي بعد الموضوع اكيد. يعني عم بشتغل يعني صراحه اللي برا الاردن للاسف الشديد للاسف الشديد عم يفكروا انه عندنا حرب في الاردن من وراء اغانينا والتركيز الشكل اللي هو اللي فكرنا فيه انه احنا هاي الاغنيه الاردنيه بس. لا يا عمي احنا بنحب بنحب وبنعشق والله العظيم يا اخوان. لا وبنعرف كمان والله مش بس بنحب ومتميزين وبنعرف كمان. بالضبط. هلا الرومانسيه اللي بصوتك واضحه الله يخليك يا ومرسومه على حجر، يعني على 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 رخام، هيك نسميه رخام بالماء. يا جماعه ايش الصوره الفنيه اللي عم تحكي فيها؟ لازم بدنا يكون في. بس على فكره انت ملهمي بهذا الحكي. يعني هذا مش 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 مكتوب صدقني. طلع مش مكتوب هذا حقيقي، لانه في خصوصيه في صوتك. هلا هذا يمكن بخليك انت يكون في عندك مساحه اكبر باختيار الاغاني، وهذا يمكن التميز اللي بتحكي عنه. لما يكون في خامه صوت حقيقيه وفي اداء راكز تمام على ارض كثير صلبه، يعني اللي هو صوتك، فبالتالي بصير عندك امكانيه انك تختار اغاني احسن من هاي يعني احسن من اي فنان ثاني عنده مساحه محدوده، عنده خامه لون معين. بالضبط. معي انت بهذا الموضوع؟ اجمل ما انحكى لي بحياتي هاي حقيقه. انت فنانه هاي حقيقة. يعني بكل معنى الكلمه اللي بتحكي اللي قاعده تحكي هالحكي وتوصفي هالوصف هذا وتصوري هذا التصوير. يعني انا صور لي اياه هلا لو سمحت، صور لنا اياه وللمشاهدين وسمعنا شيء عشان ناكد هذا الحكي. Oh,
فجأة لقيت روحي معك، إن كنت لعندك لعندك إلك، بسألني قلبي شو بدك إلك، أخدني أخدني لحضنك إلك، فجأة لقيت روحي معك، إن كنت لعندك لعندك إلك، بسألني قلبي شو بدك إلك، أخدني أخدني لحضنك إلك، حبك أنا حبك أنا حبك أنا. هذا هو يعني هذا اللي كنا بدنا نفرجيه للمشاهدين، انه قديش لا تحلي فيني بالشنب جبلي، وقديش بحبك انا بمنتهى الرقه والرومانسيه. هذا انت، هذا انت، احنا بنفرجيك انت من الاكستريم للاكستريم. يعني هو 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 فعال هون وفعال مزبوط. مش معقول كيف تقدر تنقلنا من من مكان لمكان. يعني ممكن اقوم ندبك على اغنيه بغنيها محمد رافع، وممكن نروح في عالم ثاني. حليم، انا في عندي سؤال. بحبك انا اغنية اخذت مساحة كثير كبيرة في الاردن واظن في الوطن العربي، وبعد فترة كثير طويلة محمد رحت عامل فيديو كليب. 3 سنين بالضبط. اخذت وقت كثير. ليه؟ بحبك انا الاغنية اللي طلعت فيها، اللي صار في محمد رافع بالدنيا من وراها صراحة. أغني كلامي ولحني وبعشقها، يعني إلها هون هون هون، يعني إلها مكان أكيد مش حيتغير ولا حيصغر. بحبك أنا طلعنا أنا والمخرج سامي عطية، كان عامل لي فوتوشوت تمام ببوليفارد اللي هو العبدلي الجديد. عملنا فوتوشوت، بقول له إنه صورني فيديو إنه بدي أشوف كيف بيطلع، لأنه عم يطلعوا صور كتير حلوة عم بشوفها على الكاميرا. فبدي أشوف الفيديو. صورنا وروحنا على الاستوديو بنتفرج نتفرج نتفرج، طلع الفيديو فتحته طلع فيه هيك، بقول له كليب بكره، بقول له كليب بكره يلا وصورناها. هي اجت فجأة يعني. كليب بكره ما لأي أغنية، قلت له بحبك أنا يا الله بحبك أنا. عندي ما عندي مشكل، ومن أحلى أغنية صراحة بحبها كثير. وعندي خلصنا وأنا الخيال صراحة بحب أغنية كثير. أكيد جد. يعني أكيد. لأنه أنا واحد من الناس اللي كثير بتعب لبين ما أختار هاي الأغنية. في اسباب نعرفها بتبدع فيها لانك بتحبها. الحمد لله. ما شاء الله. بس انه بحبك انا يعني لا شك انها اعز وحده على قلبي. فعشان هيك هي المدلله اول كليب حتكون هي. ان شاء الله. طيب اغانيك تفضل. تقولت بحبك انا. خلصنا انا خلصنا انا الخيال ما عندي مشكل. يعني هذا هون بدنا نعرج على موضوع ثاني هلا. الاغاني هاي كلها من الحانك وكلماتك؟ لا لا، خلصنا كلام ولحن استاذ وائل الشرقاوي، نوجه له تحيه. تمام. يسعد مساء استاذ وائل. مساء نورتنا. الله يخليه. وانا الخيال الاستاذ علي خير، كلامه ولحنه طبعا وهديه منه الي، يعني ممنون انا عليها. يعني ما عندي مشكل هي كلامي ولحني. كلامك ولحنك. وعملت تجارب مع مطربين اخرين، يعني انت عملت الحان لإلك وعملت الحان لغيرك كمان لمطربين ثانيين. تجربتك بالتلحين يعني كانت ناجحه وبالشعر ناجحه، طب ليه ما فكرت تكتب باللهجه الاردنيه؟ اوكي هلا هويتي في مدرسة. اول شيء اول شيء 100% بس مش معناته اني اغني لهجه واحده. احنا مش ضد. اكيد لا مش ضد طبعا هلا. بس دائما بنقول انه الفنان لازم يكون له لما بده يطلع تكون هويته واضحه اللي هي هويه بلده طبعاً. بعدين يعمل اي لهجه على طول. في الدنيا على طول. حلو الانتشار وحلو التلاجة. طبعا طبعا 100% بس صراحه ما كانش عندي المعرفه باني اكتب بلهجه، او ما خطرتش على بالي الفكره. هي فكره بتيجي انه ليه ما زي ما عم بحكي انا اعمل اغنيه اكتب
نعمل غنية زي ما أنا عم بحكي بالضبط، يعني أقرب إشي للقلب حتكون يعني إلنا وللبنانيين وللمصريين وللمغاربة ولل قريبة ومفهومة. هذا دائما حبونا يا جماعة، بحبوا لهجتنا. أنا ما أحكي مع حدا إنه بقول أول كلمة بيقولوا لي يسعد ربك، بيقولوا لي يسعد ربك، هلا ما بعرف على لهجتك. بحب الأردني. احنا من محبتنا وغيرتنا على عليك وعلى اردنيتنا دائما بنطالب بالاغنيه الاردنيه طبعا. والناس الحلوين اللي صوتهم حلو حقيقي بنحب دائما يتبنوا لهجتنا ويغنوها، علشان يعني هم بيكملوا فيها وهي بتكمل فيها. احنا اولى بلهجتنا، احنا اولى بلهجتنا طبعا طبعا باصواتنا الجميله. يعني نسمع اردني، يعني خلينا نسمع شيء اردني هلا. صباح الخير يا عمان، يا حنا على حنا، يا فوح الخزامة والندى، يا ريحة الجنة. مساء الخير يا عمان، يا حنا على حنا، يا فوح الخزامة والندى، يا ريحة الجنة. يا دار، يا دار بنى العز، لا هانت ولا غنى، هل يجبل فوق جبال وبه الحسن يتغنى. يا دار، يا دار بنى العز، لا هانت ولا غنى، هل يجبل فوق جبال وبه الحسن يتغنى. وإذا تتبدل الأيام حنا ما تبدلنا، وإذا تتبدل الأيام حنا ما تبدلنا. صباح الخير، مساء الخير يا عمان، الله 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 يا محمد، الله عليك. شفت ما احلى، الله عليك، الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله. الله يخليكم. يعني بنحب نتذكر بصباح الخير يا عمان شاعر الله يرحمه الشاعر الاردني حبيب الزيودي، والاستاذ طلال ابو الراغب من الحان الاستاذ طلال ابو الراغب، ما شاء الله عليهم. اغنيه بتحمل كل معاني الاغنيه الاردنيه بمحبتنا، يعني بمحبتنا حجم المحبه عالي بهاي الاغنيه حقيقي، احساسها عالي يعني حقيقي. بطلب بترجاكم يا فنانين الاردن، يعني بدنا اغاني هيك، بدنا اغاني هيك، بدنا اغاني تحب يعني البلد فيها، بدنا اغاني نبكي عليها ننبسط هيك. احنا قد ما احنا فرحانين فيك، بدنا اياك تحكي وبدنا اياك تغني وبدنا اياك يعني طول الوقت بتعمل كل شيء. شو رايك اغنيه من اغانيك الحلوه؟ يلا. You keep me shaking, you keep me.
ابقى حدك وفرجيك لقلبي وناسي عارف غير اللي بيدور باصي ابقى حدك وفرجيك لقلبي وناسي وانسى اللي صاير وتنفس ما تقدر وانسى اللي صاير وتنفس ما تقدر خلي عليكي انا فاير وقلبي طارق محروق محمد. أنا ما عندي مشكل باللهجة لأني حبيت الأغنية. الله يخليك يا رب. حبيت عن جد هيك فيها روح العصر وفيها حلاوة أداء وفيها جملة حلوة يعني لحنك هي لحنك مظبوط كلامي ولحني بس من أصعب الأغاني اللي ممكن تتغنى لأنه بدها نفس طويل كثير وشد جد جد هيك ورباط ورباط قلبي عندك نادر ما أغنيها لايف صراحة إلا بحفلة يعني على فكرة ما في فنانين كتار مع بدون ما نذكر اسماء بسجل الاغنيه في الاستوديو بقدرش يغنيها لايف فهاي نقطه لصالحك هذا يعني انا لالي ونالي ونالي بالضبط وبعدين يلا لايف ماراثون بتصير مستحيل توزيع مين الاغنيه توزيع العبقري اكرم احمد يا سلام تحيه ما شاء الله من افهم الناس في هذا الفيلد ما شاء الله عنه فعلا ما شاء الله من الشباب الحلوين في التوزيع الموسيقي وان شاء الله بالتوفيق للجميع والله بلدنا فيها يعني طاقات رائعه بكل الاتجاهات من كل المجالات كل المجالات بالضبط يعني ان شاء الله هذا البرنامج يكون يعني بيساهم بالقاء الضوء على بمناسبه البرنامج انا بحب ازقف لكل حدا موجود هون يعني يا ريت كلكم تزقفوا يا اخوان انا بحييكم لانه الكل بحييكم والله العظيم من فرقه من مخرجين من 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 كل حدا من مصورين يسعد ربكم يا اخوان ان شاء الله عنكم تسلم فعلا وامرين دول ولا عينيك الله يخليك تسلم احرجتنا محمد مش معقول محمد انت عازف جيتار وبيانو بس برافقك الجيتار في الغنى وانا بعرف انه قد ما كان المطرب متمكن من صوته الآلة بتاخذ من ادائه مزبوط طبعا قديش تاخذ من ادائك كثير صراحه لانه لما بتغني لحالك بدون آلة يعني عنده امكانيات عظيمه طبعا بس هو دائما بيقولوا وانا سمعتها من ليندا صراحه اهم آلة لاي مطرب هي صوته يا سلام بداية طبعًا. يعني طبعًا. الآلة الاهم طبعا والاقرب الأقرب للبني آدم أكيد اللي أكيد. الله خلق لك إياه يعني شيء منك بس التوليفة جدا حلوة وأنا يعني مش قاعدة بحس إنه قاعد بياخذ الجيتار من 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 أدائك بالعكس يعني عامل الكاركتر كتير حلو الله يخليك يا رب شكرا لك أحسنت تسلموا لي يا رب نضلنا في الجيتار ونقول إنه هي آلة غربية يس محسوبة على الآلات الغربية أكيد بس اللون اللي انت يعني بقى يعني شفتك عم بتغني وغنينا شيء بقول بيات بمنتهى الجمال بقول رست يا سلام يعني طبعا شو رست شو بيات انا زيكم بعرفكم فالمهم بانه يعني قصدي الشرقي يعني اللي بتقول له الله بمنتهى الحلاوه اللي بنقول له الله الله يخليك هلا هذا انت بتلاقي نفسك بالغنى اللي بيكون مع الآلة الجيتار الغربي ولا أكتر بالشرق اللي بنقال له الله يا جماعة أنا ربيت على صوت عبد الوهاب يا حبيبي تمام أنا ربيت على وديع الصافي أنا ربيت على الناس هدول اللي يعني ممنون لهم طول عمري يمكن ما شفتش إلا الله يرحمه وديع الصافي وقلت له هذا الحكي وكان نفسي أقوله لعبد الوهاب كمان يعني فعلا هو سبب كل 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 إشي حلو سمعته عاشق لعبد الوهاب طبعا بكون خلينا ندندن مع بعض لانه يلا. يعني بس احنا غنينا لعبد الوهاب غنينا له على شيء رومانسي اكثر بنشجع الرومانسيه بصوته يلا يلا شو بدك تقول وتقولنا موعود الله معكم موعود احنا عبد الحليم في الناس الحلوين دائما يا عمي
موعود معايا في العذاب موعود يا قلبي موعود ودايما في الجراح موعود يا قلبي عمرك ما شفت معايا فرح كل مرة ترجع المشوار بجر وراك عمرك ما شفت معايا فرح كل ترجع المشوار بجرح والنهاردة النهاردة جاي تقول انسى القهات جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات والنهاردة النهاردة جاي تقول انسى الأمان جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا ميل وحدة في منديله كاتب على طرف وجهه
رجعتنا للزمن الجميل ما شاء الله عليك. أنا يعني حكيت لكم نفس الوقت ما يخلص والله العظيم. ولا أنا كمان حقيقي. محمد الموسيقى والغناء هو مسؤولية زي باقي الفنون يعني دائما ومؤثرة، خصوصا إذا كان الفنان محبوب. يعني كلمته مؤثرة إذا كان ممثل ولا مطرب، الأغنية تبعته مؤثرة، وخاصة بجيل اللي من يعني أنتوا الشباب في الجيل الشباب، وإحنا مجتمعنا الأردني يعني جيل شاب يعني طبعًا. كله أغلبيته من جيلك يعني طبعًا. ما أخذ على عاتقك مسؤولية بأنه اختيار الأغاني اللي تناسب يكون لها موضوع بهم الشباب، بيوجه الشباب أكيد. يعني لأنه هاي مسؤولية كبيرة دائما طبعًا. لأنه نحن منقود المجتمع أكيد. دائما الشباب هم اللي حيقودوا هالمجتمع، والفنان دائما كلمته مسموعة ترى أهم من السياسي مزبوط. فعلشان هيك أيوه أحكي لك ليه يعني يمكن لأنه الفن هو الثقافة، والثقافة هي تاريخ البلد تمام. فأي فنان يعني إذا صحي شوي هيك ويعني فكر فيها شوي، إذا أنت فنان أنت عم تصنع تاريخ فيب تصنعه بكل حرفية وإتقان بأمانة بأمانة بأمانتك بأمانة بأمانتك طبعًا. لأنه أنت فنان أمين على فنك، وإحنا بنتمنى أنه يكون الفكرة اللي في أغنيتك محمد، وإن شاء الله أغنيتك تكون مسموعة بالأردن وبالوطن العربي وبالعالم بإذن رب العالمين، تكون إلها هدف هدف سامي يخدم الشباب، ويمكن تكون انت طريق يدلهم على طبعاً. على كل شيء كل شيء له علاقه بانسانيه الانسان. هذا الشيء بيتطلب من يعني مني انا اني اتعلم كثير واني ادرس كثير واني اشتغل واتعب واتعرف على ناس واخدم هذا المجتمع بقدر الامكان. ليه؟ لانه انت بتحكي لي انه انا يعني ممكن بيوم من الايام اصير امثل هذا الشباب او انه اكون قدوه لحدا، مسؤوليه كثير كبيره، يا بكون قدها يا ما وانت قدها. الله يخليكم. يسعد لي قدها معك. بقول قدها يعني قصدي انه دائما لازم الكلام يكون له قيمه طبعا علشان يقود مجتمع وامه اكيد، بس دائماً. عشان يقود لازم يكون بالقيمه تبعت او بالشكل اللي يتقبلوه الشباب مزبوط. يعني قريب من الشباب بالضبط، لازم يكون قريب مزبوط. وهي تركناها لكم يعني انتم قادرين يعني تتفاهموا مع بعض، بس نقدم قيم هذا المهم طبعًا. في الموضوع ما شبعنا من وجودك ولا من صوتك ولا من اغانيك. وبدنا نسمع، بنحب نسمع اغنيه الختام. وان شاء الله دائما نلتقي على محبه وعلى خير محمد. أنا شاكر لكم وشاكر لكل حدا موجود هون يا جماعة، ويعني مش عارف شو أحكي لكم، وحياة الله. برافو 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 عليك. برافو عليك. برافو عليك. أهلا وسهلا فيك، نورنا. سمعنا 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 سمعك. ما بعلمي ولي فيك خيال، بعلمي فارس أحلامك وتلاقي مثل محال، رجعت بخزي البال وزادك أملك نرجع على مكان الحال. فكرك انه الفرحة بتشتد لما ينزل فرس الابيض يحمل بيده ويركع خاتم وخلخال. انا الخيال انا الخيال وانا سرجي ما يتعوض، انا الجاني ما يتكيد، انا وانا سرجي ما يتعوض، انا الجاني ما يتكيف، انا مثل الخيل لكن ما تروض. يلا
انا انصف رقمي عندك كثار الاول انا تصنف ثاني خيارك اكون مريد انا انصف رقمي عندك كثار الاول انا تصنف انا اكون صفا على الراب قلبي انا مثل الحصان عنده عيني رداد يحمل بيده ويركع خاتمه في الخاتم أنا زرجي متعوض أنا جاني ميت أنا مثل الخير لكن ما تدور وأنا زرجي متعوض أنا جاني ميت جيد أنا مثل الخير لكن ما تدور وأنا زرجي متعوض أنا جاني الله يسلم هالصوت الله يخليكم وخيل أصيل انت ما شاء الله ما يتعوض ما يتعوض باي باي تصبحوا على خير نحبكم باي باي